المصرف حرامي بالبيت حرامي. شو؟ حرامي في البيت. حرام. صوت حس كثير سمعنا. اي وي اسمعي اسمعي. دوريات هذا حرامي بالبيت. يما ايش فيكم خايفين؟ هذيل الدوريات خلاص. خالتي انت خايفة؟ حتى انا مو خايفة. يلا 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 ننزل لهم يما. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. فيه بلاغ مقدم من عندكم؟ اي في بلاغ والحرام جوا. يلا اي في حرام عندك. اي اسمي يلا بيت. الله بل اسمي اسمي الظهري. وين الظهري؟ اجيب ساقك. تعال في ساقك. عفوا بغيت اسال فين ابوكم؟ يا وليدي ابونا ما هو موجود، مسافر. ما نقدر ندخل البيت من غير رجال. قسم بالله إن ودي أخدمكم في عيوني هذه، لكن ما نقدر ندخل بدون محرم. مو صادق والله ما قال إلا الصدق. هيا في أمان الله. خلفتنا العافية. ستر عليكم. ستر عليك. ستر عليكم. خالتي هالحين جت سالم. وش يقرب لنا؟ ها وش فيك يا بنيتي؟ هذا انت قلتيه؟ هو ابو رجلي الله يغفر له، يعني جدك يا سالم، وهو كان ساكن عند بنت عمه ابو سالم. يعني يصير خالي وجد لطيفه. حصه قولي اللي تبين تقولينه بسرعه سمعينا. ما هو كل ما رحنا وطلعنا يا ابو المحرم. اوف الا محرم مللونا بهالمحرم. بس نجيب الجد ونقول للعمه ما قصرتي جزاك الله الف خير وسلفينا اياه كم شهر ونقوم بالواجب. انهبلتي انت انهبلتي. احد يسلف ابوه؟ ما ناخذه سلف، نقول نريحك شوي ونقوم بالمهمه عنك. ومهما كان هذا ابو سالم أبو ليلى. هذا هو الجدول، ترى أنا حجزت جدي هالأسبوع كله. يا سلام، وإحنا نضيع فيها؟ لا يا عمري، أنا أبي جدي على أقل يوم لأن عندي إجراءات في البنك. اسمعين عاد يا بنات، هذا أبو رجلي وجد عيالي وأنا أولى فيه، وباكر عندي شغل ضروري لازم أخلصه. وانا نسيتوني، انا ابغى جدي يومين عشان يوديني الملاهي. خير يبا اسمعك، هذاني جنبك امر شتبي. فرشت مرقدي ان شاء الله بنفرشه. ها شوي ونفرشه. ها الحين بنفرشه يا جدي. شبالا ما فرشت مرقدي يبرد. هالحين نفرشه. قم معي. ها؟ قم معي قم. وين هوله؟ هماك تبي ترقد؟ هالحين؟ شوفي جدك ما عرفت له. جدي ما عاد إلا خير. قوم بطلع عندنا شغل شغل. أذن. أيوة أذن يلا قم قم. يلا. واحد. يلا. اثنين ثلاث. لا إله إلا الله. لا هذه الرجال. لا 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 يا
هذا اللي بيخلص اشغالنا باكر يصير خير. الله. لا! ها؟ القبلة ما هي من هنا. ها؟ امشي يبا امشي عشان افرش لك السجادة. امشي. ايه السجادة. يلا. الارض صاقعة. ايه. بسم الله لا اله الا الله. بكرة دورة معك. علمينا بعد التجربة. سلام. سلام. عليكم السلام. يا حلالك يا جدي. مساء الخير. عصا عصا. بس جد بس هدي. مساء الخير. عصا. عصا. غنم. بس جد بس. وش تبي فضحتنا قدام الناس؟ نورة هذاني جنبك. وش فيك؟ أذن. لا بعد ما أذن العصر. العصر ما هو بالعصر. العصر لا حول ولا قوة إلا بالله. روح بيطفي. متى بيطفي يا بنيتي؟ بس خلي بس. سمي يبا سمي. أمت لا إله إلا الله عرفت اسمي. خير آمر. أبي يرقد فراشي قريب. لا يبا مو هو بقريب. ها؟ مو بقريب بعيد في البيت. افرش فراشي ابى ارقد. مشينا. المحرم يبي يرقد. امرنا لله. كل شيء ولا المحرم. اهم شيء راحة المحرم. أبي ما كأنه كذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت المعقب؟ نعم وصلتي على خير. أي خدمة؟ بس أنا عندي مشغل وعندي لوح للتجديد. هذه الأمور بسيطة. بس أنت متى ودي تمر عليه واخذ المعاملة؟ خلاص مر علي اليوم العصر. لا يا بنت الحلال اليوم ما عاد يمدينا. السالفة يبي لها توكيل. لازم توكليني علشان أخلص معاملتك من البلدية. ايش رأيك بكرة مناسب؟ خلاص أنا أكتب لك التوكيل الحين. باين عليك أنك حديثة بالأعمال يا بنت الحلال. هذا التوكيل لازم يصدر من كتابة العدل. وين هاي كاتب العدل؟ ما شاء الله مكثر ما كثر الله كتابات العدل عندنا في الرياض. أنت عدي على أي كتابة عدل. بس الله الله ترى لازم تاخذين معك رجالين اثنين يشهدوا لك بالتوكيل. لي مين؟ زين من وين أجيب هذا الرجالين؟ يا بنت الحلال ما فيها صعوبة. رجالين من معارفك يشهدوا لك بالتوكيل. لي مع السلامة. مع السلامة. ها بشري. أبشر. تدرين يبي شهود عدول ومحاكم ودوخة رأس وروح ورجيوه. خلاص أنا بعرض المحل للتقبيل بس. بس خلاص يا أختي أنا مليت. دخت من محل لمحل ومراجعات. يوه أبغى أرتاح. وش يقولون؟ سيدة أعمال. أنا سيدة أعمال؟ ما بصير سيدة أعمال خلاص. أوف.